نمر إلى فقرة ضيف هذا الأسبوع، من هو يا ترى؟ اليوم معنا الشاب يزيد، غني عن التعريف، قاعد تعرفوه. شاب يزيد، رحبوا بك أولا. الله يسلمك، يطول عمرك. على كل حال، الشاب يزيد لساعات لساعات وايام كما يقولوا، يعني قررت قرار نهائي باش نعتزل الاغنيه للكبار ونتفرغ تماما لاغاني الاطفال وحصص الاطفال والاعمال الخيريه الموجهه للاطفال. اذا من اليوم عمو يزيد، حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. حتى وهو طفل صغير فكلامه ليس بممنوع، فله الحق في التعبير حتى يكون صوته مسموع. من حق الطفولة. بما انه شاب يزيد اليوم ضيف في قناه الهداف، هي قناه رياضيه، راح نسقسوك لازم نهضر شويه اسبور، نسقسوك على كره القدم، نسقسوك على الرياضه. ولا نقول لنا شاب يزيد، اسك درت رياضه ولا تمارس رياضه في حياتك اليوميه؟ والله انا لو موند دو سبور سي مون دادا كما يقولوا، دونك كبرت به، كبرت به. انا من خريجي الاس تي اس، انا بروموسيون سنوات. درنا نتائج ولسنوات، وكنت جبت شكون هو المفضل عندك في الفريق الوطني؟ كان هربت لي، هذه ما فيهاش احراج ما فيهاش. على كل حال، يا بن شيخ ويا ماجر وشحال زهيت ناق، يا بن شيخ ويا ماجر زهيت وليز الجيريا. فوالا حاولت. يعطيك الصحة يا زيد، الله يخليك. إذا الشاب يزيد ألف لكم أغنية. أنا تفاجأت لما سمعت بأنه كان يدرس في المعهد العالي للرياضة. نعم، قبل كل شيء نحيوه
الشاب يزيد عمو يزيد الان موجود مع الاطفال وحتى هو يعمل اشياء كثيره للاطفال نحييه ونتمنى له ان شاء الله كل التوفيق. وكما قلت محمد تفاجات لما سمعت قال خرجت من الاستياس سي دوماج كان يمشي في طريق الرياضه ممكن كان يكون واحد من المدربين ان شاء الله في الجزائر ولكن راح للبيجيك وراح للغناء وهو متعلق دائما. زميل عادل الحداد يقول لي بانه كان في الكره الطائره وليس في كره القدم بزاف اي وش عليه ليسونسييل سي في الرياضه دونك نحيي الشاب يزيد ونقول له احنا البارسا ولا انت الريال واش عليه ولكن او يقدم في الفن او يمد لي جون الدراري يمد حاجه كومام اللي زهيهم وجو بونس كل واحد احنا في الرياضه هو في الفن وكاع سي دي زارتيست نحيوه بالبزاف. اذا نحيي عمو يزيد او الشاب يزيد ونتمنى له بقيه مشوار ناجحه ان شاء الله.